السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مايكل أيوب من أكاديمية بيبرو تريدر. النهاردة إن شاء الله هنشوف أهم الفرص في الأسواق العالمية. أول فرصة معانا على زوج الدولار كندي، زي ما احنا شايفين نموذج متكون قدامنا. منطقة الشراء عند 30.98 لغاية 30.69، موقف خسارة 30.51. الأهداف، أول هدف معانا 31.72، الهدف الثاني 32.04، واخيرا الهدف الثالث 32.36. ننتقل للفرصه الثانيه. زي ما احنا شايفين زوج النيوزيلندي كندي بتكون نموذج خفاش في طريقه لمنطقه الشراء. منطقه الشراء من عند 89.21 لغايه 88.96، موقف خساره 88.82. الاهداف، اول هدف 89.73، هدف تاني 89.97، واخيرا الهدف الثالث 90.20. ننتقل للسوق الامريكي. الفرصه الاولى هي سهم وول مارت على فريم الديلي. زي ما احنا شايفين نموذج راس وكتفين، من الدخول من السعر الحالي عند 99.45، بوقف خساره عند 92.70. الاهداف، اول هدف 106، هدف تاني 111.78. ننتقل للسهم التاني، هو سهم كاتر بيلر على فريم الاربع ساعات. قدامنا هو عامل نموذجين متداخلين، ولو زي ما احنا شايفين برضو في نموذج هنا اي بي ايكوال سي دي متداخل، بس انا مش رسمه، اللي هو من اول هنا لغاية هنا المنظر ده. منطقة الدخول بيع عند 146.59 لغاية 148.50، بوقف خسارة 150.06. الأهداف قدامنا، أول هدف 138.79، هدف تاني 135.75، وأخيرا الهدف الثالث 132.72. ننتقل لآخر فرصة معانا على السوق السعودي. ده سهم العثيم. منطقة الشراء بالنسبة لنا عند 60.89 لغاية 59.06، بوقف خسارة إغلاق أسفل المنطقة. هو عامل نموذجين متداخلين، إن شاء الله ننتظر السهم عند منطقة الدخول. والأهداف، أول هدف هيكون معانا، أول أهداف نحددها مع بعض، ده كده هدف أول، منطقة نقطة بي عند النموذج الكبير، والهدف الثاني المنطقة بي عند النموذج الصغير زي ما هي قدامنا كده بالظبط. دي الأهداف بتاعتنا. أتمنى تكون الفرص سهلة وبسيطة، ولو في أي استفسار أو سؤال راسلونا على قناة الأكاديمية. شكرا.